مين أثر في تكوين شخصية سلاف أكتر، الوالد ولا الوالدة؟ الاثنين مع بعض يعني. الحمد لله يعني أنا كنت محظوظة أني كنت ببيت كتير مهتم بالفكر، بالثقافة، بالسياسة، بالأدب، بالشعر، بالفن، فهذا الشيء كون شخصيتي. الوالد الله يرحمه انتقل بسبب خطأ طبي، كان رد فعلك عنيف لدرجة أنه أنت فكرتي بقتل الممرضة، هل ده صحيح؟ أكيد ما مستحيل يكون قتل، بس بلحظة انفعالية لما بتلاقي أنه يعني حدا ممكن الهدوء اللي قاعد قدامي ده في لحظة انفعالية يفكر في القتل؟ لما حدا بياخد منك بعيد الشر، لما أي حدا بياخد من أي إنسان أغلى شيء بحياته. وأنا علاقتي مع أهلي الله يرحمهم كتير كبيرة، الله يرحمه، والخطأ كان سخيف جداً وغير مقبول أبداً يعني. أكيد مشيئة الله الاعتراض يعني، بس صعب لما بيكون فيه أكيد صعب تحسي جداً. أكيد صعب جداً. فكنت بحالة بالعكس كتير كتير صعبة. سلاف كان ممكن تعمليها؟ لا مستحيل، لا مستحيل، أكيد لا. سامحتيها؟ قدرتي تسامحيها؟ عند الله بالأخير، في قدر، في رب العالمين هو اللي بيسامح. أنا مو قادرة أعمل شيء، بس أكيد هذا الموضوع يعني بيوجعني.